بين العمل الأهلي والتنموي وحياة كريمة ومؤسسات الشباب والعائلات المصرية والعربية. سادة الحضور كل باسمي وبصفتي خوفا من السهو والنسيان أهلا بكم في هذا المؤتمر الحاشد. وتعلمون أننا اليوم في هذا المؤتمر الحاشد جئنا هو كلام الله سبحانه وتعالى الرحمن. خير البدء آيات من الذكر الحكيم يتلوها فضيلة الشيخ محمود بدوي الهش، فليتفضل. السادة الضيوف في هذا المؤتمر الحاشد الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بمحافظة القادسية، نرحب بالرمز البرلماني الأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وزعيم الأغلبية البرلمانية لمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل الوطن. كما نرحب بالإعلام الوطني الكبير الوطني حتى النخاع النائب مصطفى بكري ابن الصعيد. نرحب أيضا السادة أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ والسادة ممثلي الأزهر والكنيسة والأوقاف والسادة مشايخ الطرق الصوفية والسادة الحضور كل باسمه وبصفته، كما